Mais trop nul il est. صباح الخير دكتور علي بتاع العلاج الطبيعي قدامه 10 دقايق ويجي. انا عايزه دكتور دكتوره بهيره. غمضي عينيكي خليكي مغمضه خدي نفس عميق طلعي طلعي معاه كل الحاجات الوحشة حاولي ترجعي بالذاكرة لورا على قد ما تقدري شوفي نفسك زمان زمان قوي يا رؤية وانتي طفلة حاولي تفتكري أي لحظة على قد ما تقدري أول ما تشوفي رؤية في مكان وصفيهولي وصفي لي رؤية دي شكلها ايه بتعمل ايه في المكان ده رحتي فين منصور وانا راجعة من المدرسة للبيت زي كل يوم لقيت بيتنا كوم تراب تحتي أمي وأبويا وأخوي اللي ما كان ليش غيرهم في الدنيا مش فاهمة حاجة ولا مصدقة اللي بيحصل ولا عارفة أي حد من اللي حوالينا غير زينب جارتنا ومن ساعتها